جامعة النجاح الوطنية، تزوجت لتيسير خطيب في مدينة عكا. عانيت في البداية إنه ما عندي سمعتك كثير بس ترفع صوتك. عانيت طبعا أنا من قصة إنه أنا ما معيش إقامة يعني هون في عكا، فكنت تقريبا سنتين كاملين مخالفة، يعني كنت في أول سنة تقريبا 8 أشهر موجودة بجنين، وأجي هون تصريح زيارة لعند زوجي، ومش كمان لزوجي. في البداية كانت إنه زيارة لحماتي، حماتي المريضة، وكنت أعاني طبعا أكثر إشي من الخوف إنك أنت موجودة هون في بلد، ويعني أجي مثلا على تصريح ممكن أخالف يوم يومين ثلاثة أضلني هون، بس أضلني على أعصابي. كانت فترتها تصير العمليات الاستشهادية بتل أبيب بهيك، فأضلني طول الليل خايفة إنه رح يجوا ياخذوني مثلا ينزلوني على المعبر. فصارت معي عدة قصص، يعني مرة من ذات المرات دقت علينا الجارة بدها سكر، كنت مفكرة إنه البوليس، ففتت وتخبيت في الأوضة، ولما عرفت إنه الجارة طبعا صرت أبكي من الخوف وهيك. وكنت أنا حلم مثلا إنه كنت أتمنى إنه أطلع مع زوجي أشرب فنجان قهوة هيك مرة، خلص يعني طقت معي بدي أطلع على حيفا، وبدي بدي أروح أنا على الشارع الألماني بدي أشرب في الشارع الألماني هذا. بالرجعة بالصدفة وقفنا البوليس، فطلب الهوية وطلب هوية تيسير رخصة وهيك، وأنا قاعدة مش عم بعمل إشي يعني. كمان مرة كان معنا أولاد أخته وطلبوا هوية زوجي وهوية الثلاثة اللي موجودين ورا، وأنا ما طلبوش هويتي، يعني كان من حسن حظي. فعشت فترة رعب وخوف كتير كتير يعني هاي الفترة كلياتها، وما كانش طالع بإيدنا إنه نعمل لحتى طبعا يعني عدلوا على القانون إنه يطلع لي هذا تصريح الإقامة.